كلام ان الاديشن الثاني للبطوله هيبقى اصعب من الاولاني، لان اول بطوله زي ما انا قلت ان احنا كنا بعيد، ما بنوصلش البطوله من 93 تقريبا، فكان اسمنا شويه الناس مش عارفاه. لما بتاخد بطوله او بتوصل للتوب بيبتدي الناس الانظار تبقى عليك اكتر، بيبتدي تعمل عليك سكاوتنج اكتر، فان انت تحافظ على البطوله لسنه ثانيه طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا. بس ان الكواليفيكيشنز او اول بطوله هيبقى عندنا هنا في ارضنا طبعا زي ما انا قلت، هنستنى ان شاء الله جمهور يبقى مقفل الصاله هيساعدنا كتير، فهناخد الموضوع برضو خطوه خطوه وان شاء الله تبقى البطوله من نصيبنا كمان السنه دي. طبعا كوتش في عامل اضافات كبيره قوي، احنا يمكن بس الفتره اللي فاتت دي عندنا اصابات كتير جدا مش موجوده، عشان كده النتائج بتاعتنا شويه متذبذبه في الدوري. بس ده كان برضو السنه اللي فاتت كانت نتائجنا في اول السنه ما كانتش احسن حاجه، بس في اخر السنه الحمد لله حصدنا افريقيا والدوري، فاحنا مكملين بسياسه ان احنا واخدين كل حاجه ستيب باي ستيب. عندنا انس ان شاء الله راجع برده قريب جدا، محترف برده اللي معانا بيبتدي يتاقلم معانا اكتر فاكتر، فان شاء الله لا يبقى لينا حظوظ ونلاقب ان شاء الله للسنه الثانيه على التوالي بيها. يعني مبروك على مصر ومبروك على نادي الزمالك اقامه تصفيات في الشكل الجديد النسخه الثانيه. الزمالك عليه عبء ان هو الاول ان شاء الله يفوز بالتصفيات ويتاهل للنهائيات، واحنا علينا عبء في التنظيم ان احنا نطلع حاجه بمستوى الـ NBA، واعتقد ان احنا عندنا الامكانيات اذا كانت البنيه التحتيه او الخبرات والقدرات للفرق العمل كلها اللي موجوده هنا ان احنا نطلع حاجه شكلها كويس. مجرد المشاركه في البطوله دي وان الـ NBA متابع، العالم متابع، عايز اقول لكم ان ناس كتيره مدربين ولاعيبه كانوا قبل كده بيقلقوا ان هم يجوا افريقيا ان محدش بيشوفهم، دلوقتي لا انت بتتكلم ان في يعني NBA او BAL بيتابعوا بيتفرجوا. السنه اللي فاتت على طول اول ما انس عمل البطوله دي انس محمود جاله فرصه ان يشوفوه في الام بي اي. مهاب يعني كنا متوقعين برضو طلع عمل شكل كويس راح للجامعه بتاعته. البطوله هنا خلاص، التصفيات هنا، احنا هنا هنقيم بطوله العالم الانديه اللي مشارك فيها الزمالك من 9 ل 13 فبراير نفس الصاله. البطوله التصفيات بطوله انديه افريقيه اللي هي بي ال هتقام برضو هنا من 9 ل 19 ابريل، مش هتتلعب حاجه بره. البابل غالبا يعني هتتعمل على المعطيات اللي احنا شايفينها دلوقتي، الا اذا الاوضاع اتحسنت، بس ما اعتقدش ان احنا هنلحقها في فبراير في بطوله العالم الانديه، ممكن في ابريل تكون الدنيا اتحسنت، الاجراءات الوقائيه والحمايه دي يعني قلت او انتهت. كل التعليمات دلوقتي اذا كان الاتحاد الدولي او NBA ان كل اللي موجودين داخل ارض الملعب يكون تم تطعيمه. احنا في الاتحاد المصري من اول يناير محدش هينزل الملعب الا تم تطعيمه، فاعتقد ان هيبقى في بابل بس بطريقه اخف شويه. هي البطوله تسمح باشتراك 4 لاعبين اجانب، 2 من خارج افريقيا و2 من داخل افريقيا، يعني مثلا خلينا نقول الزمالك ممكن يجيب 2 لاعب امريكان و2 لاعب من نيجيريا او السنغال او المغرب او فهم. هي لائحه البطوله بتسمح باربع لاعبين، وهم هدف ان هم 4-2 من خارج القاره و2 من داخل القاره عشان تنشيط اللاعبين اللي موجودين خارج الدوله اللي النادي ينتمي اليها.